الرئيس السيسي يؤكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلاً عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. إسرائيل تواصل استهداف وقصف غزة وتقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع. لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل بعد مقتل 4 مدنيين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع قائد قيادة الاستراتيجية وعدد من قادة القوات المسلحة. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي تابع موقف تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري وخطوات توطين التكنولوجيا المتقدمة بقطاع التصنيع العسكري. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة، حيث تمت متابعة جهود تعزيز وتطوير قطاع التصنيع العسكري وتوطين التكنولوجيا المتقدمة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتشغيل منظومة إدارة التعليم الإلكتروني المتقدمة في العملية التعليمية بالأكاديمية العسكرية المصرية في إطار الربط الرقمي الإلكتروني للكليات العسكرية والتحديث المتواصل لنظم التعليم بالقوات المسلحة. يا جماعة جوز استشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنني أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإخراج المدنيين والأطفال والنساء من دائرة الانتقام الغاشم والعودة فورا للمسار التفاوضي. أؤكد ضرورة عدم تحمل الأبرياء تبعات الصراع العسكري، وهو ما يستوجب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية لقطاع غزة ليست بديلاً عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مشدداً على المسؤولية السياسية والأخلاقية للمجتمع الدولي عن التحرك الجاد والفاعل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف سياسات العقاب الجماعية. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول تطورات التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة، حيث تم استعراض الجهود الجارية لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لأهالي غزة في ضوء الوضع الإنساني المتدهور بالقطاع. وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية عن التقدير لمصر على دورها القيادي في تقديم الدعم لأهالي غزة خلال هذه الظروف الصعبة، وكذا تسهيل خروج أعداد من الرعايا الأجانب بالقطاع. هذا وأكد الرئيس السيسي رفض مصر القاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين الذي يمثل الطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم في المنطقة.
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن إسرائيل حاولت سرا في الأسابيع الأخيرة حشد دعم دولي لإعادة توطين مئات الآلاف من المدنيين من قطاع غزة إلى مصر. واقترح دبلوماسيون إسرائيليون الفكرة على العديد من الحكومات الأجنبية تحت زعم أنها مبادرة إنسانية من شأنها أن تسمح للمدنيين بالهروب مؤقتا من مخاطر غزة إلى مخيمات اللاجئين في صحراء سيناء. وأشارت المصادر إلى أن معظم الحلفاء بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا رفضوا هذا الاقتراح. ونوهت الصحيفة إلى أن مصر ترفض فكرة التهجير المؤقت ناهيك عن التهجير الدائم. ومعنا هاتفين السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيد السفير، يعني رغم رسائل الحسم المصرية فيما يتعلق بقضية تهجير الفلسطينيين، بتصر بعض الأبواق الغربية على ترديد هذه الرواية. كيف تقرأ الحسم المصري وأيضا يعني إصرار هذه الأبواق الغربية؟ يعني أولا الحسم المصري هو حسم مبني على قوة القانون الدولي. مصر مش مجرد ان هي يعني بترفض اقتراح، ولكن هي بتعمل على مبدئين: اولا صيانة حدودها، وده مبدأ سيادي اصيل، وفي نفس الوقت ان مفيش حاجة اسمها توطين او تهجير سواء كان قسري او حتى طوعي. فاذا احنا ملتزمين بمبادئ القانون الدولي وملتزمين ايضا بسيادتنا على اراضينا. ده في حد ذاته أمر مهم جدا في المرحلة الحالية. نعم. هذا لا يعني أن احنا نتخلى عن القضية الفلسطينية أو عن الشعب الفلسطيني، بل بالعكس احنا بنحافظ على القضية الفلسطينية. تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه هو ده العماد الأساسي لإبقاء القضية الفلسطينية حية، سواء كانت على مدى سنوات أو سنوات الماضية أيضا. هو ده كان أحد الأسس اللي أبقت القضية الفلسطينية موجودة دائما في الضمير الدولي. وأعتقد أنه الموقف الحالي يمكن عزز من تواجدها في الضمير الدولي نتيجة صمود الشعب الفلسطيني أمام العدوان الإسرائيلي، ونتيجة أيضا رفض الشعب الفلسطيني أنه هو يترك أرضه تحت أي دعوة، سواء كانت هناك يعني مجازر وأنه إحنا بنحاول نحميه منها، ولكن هو تمسك بالأرض وقرر أنه هو يبقى ويواجه هذا العدوان الغاشم من جانب إسرائيل. إذا الموقف الآن أصبح واضح، لن تبدأ مثل هذه الدعاوى، ليس لها مكان ولا مجال تحت أي يعني ظروف، سواء كانت سياسية أو قانونية. وموقف مصر صارم وواضح، وهذا يعني بالعكس يعتبر حماية طويلة الأمد للقضية الفلسطينية من مخاطر التصفية وذوبانها في أماكن عديدة. وبعد كده ما نبقاش عندنا شعب فلسطيني يستطيع أن هو يطالب بأرضه أو يطالب بكيان يحميه ودولة يعيش فيها آمنة. نعم، يعني اليوم هناك اتصال هاتفي من رئيسة المفوضية الأوروبية للسيد الرئيس، يعني أكد خلاله السيد الرئيس الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية إلى غزة، وضرورة العمل على التهدئة بما يتيح المجال أمام فتح المسار السياسي وصولا لحل الدولتين. إلى أي مدى ترى اقتناع الجانب الأوروبي بهذا الشأن؟ أعتقد أن الجانب الأوروبي الآن ينظر إلى مصر إلى أنها شريان الحياة بالنسبة للشعب الفلسطيني، سواء كان عن طريق إمداد الشعب الفلسطيني للمساعدات الإنسانية أو استضافة الجرحى في مستشفيات سيناء. وده أمر واضح للجميع، وأعتقد أنه الشعب المصري كله بيقدر موقف القيادة السياسية في هذا الشأن. ولكن العملية السياسية اللي احنا بنطمح أنها نصل إليها، من المؤكد أن الظروف الحالية على الأرض يعني قد تكون غير مواتية لبدئها بشكل عملي وجاد. ولكن أعتقد أنه الآن الجميع يدرك، سواء كان في إسرائيل أو حتى في العالم الخارجي، أنه تكلفة السلام أقل كثيرا من تكلفة الحرب.
وده في حد ذاته أعتقد أن هو هينقل القضية الفلسطينية إلى مربع آخر قد يكون في الحل السياسي هو الأفضل والعالم كله هيأيده. ده في حد ذاته أمر مهم جدا نتيجة طبعا العنف اللي مارسته إسرائيل، وأيضا الخسائر بتتكبدها القوات الإسرائيلية، وده بيعود على المجتمع الإسرائيلي بالغضب واللطمة على القيادة الحالية الموجودة فيه. فإذا الجميع قد يصل إلى نقطة أن السلام أفضل، الحوار أفضل، العيش بجوار بعضنا البعض في سلام وفي تنمية أفضل بكثير من فكرة الحرب ومحاولات السيطرة والهيمنة على شعوب بتطالب بحقوقها. السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر خلال مداخلة هاتفية مع التلفزيون المصري، أكد أن تصدي مصر لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أوقف مخططات تصفية القضية الفلسطينية. وشدد نقيب الصحفيين الفلسطينيين على أن ما يدور في غزة الآن هو حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني. هذه حرب إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، وحرب للتخلص من الشعب الفلسطيني، ومحاولة الضغط على الحكومات وعلى الدول ومنها مصر لقبول النازحين، الذي ووقوف مصر ضد هذا المشروع الصهيوني يعني نزوح ولجوء الفلسطينيين إلى سيناء، هو الذي أوقف نهائيا هذا المشروع. هذا المشروع كان الهدف منه إخلاء غزة من سكانها وتدميرها عن بكرة أبيها. أكد وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفنزويلي إيفان خيل بينتو رفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تطلع بها إسرائيل في قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال شكري لنظيره الفنزويلي الذي حرص على نقل رسالة دعم من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمصر ولمواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية. وأشاد شكري بالتوافق بين البلدين على احترام قواعد القانون الدولي والالتزام بمبادئ التسوية السلمية للنزاعات ودعم حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي في تقرير المصير ورفض العقوبات الأحادية خارج إطار المنظومة الأممية. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظيره التركي هاكان فيدان تناول الحرب الدائرة في غزة. بحث الوزيران الجهود الهادفة لإنفاذ هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية اللازمة بشكل كامل لأهالي القطاع. وتبادل الوزيران وجهات النظر حول تنسيق الجهود من أجل وقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني، كما ناقش التداعيات الأمنية للاعتداءات الإسرائيلية وتأثيراتها على السلم والأمن الإقليمي، مؤكدين على ضرورة الحيلولة دون تزايد دائرة العنف وامتداد رقعة الصراع لمناطق أخرى. تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالات هاتفية من كل من فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة وسيدة لومينيتا أوديبيسكو وزيرة خارجية رومانيا حول التصعيد في غزة. الوزير شكري نقل لنظرائه خلال تلك الاتصالات الرؤية والجهود المصرية إزاء حلحلة الأوضاع الإنسانية والأمنية المتأزمة في قطاع غزة، مؤكدا حتمية تحقيق وقف فوري وشامل لإطلاق النار دون قيد أو شرط. هذا وقد وجه المسؤولان شكر لجهود مصر الرامية لخفض التصعيد وإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. أشهد أن لا إله إلا الله.
لك يا عبد الله، الله يتقبلك. احنا شهداء عبد الله. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مختلف المناطق في قطاع غزة لليوم 30 على التوالي. في غضون ذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 21 فلسطينيا من عائلة واحدة استشهدوا في استهداف إسرائيلي بميناء الصيادين غرب مدينة غزة، كما شهد حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة سلسلة غارات مكثفة، مما أدى إلى تدمير عشرات المنازل، فيما قصفت طائرات الاحتلال مسجد الشيخ زايد النهيان في منطقة كتيبة غرب مدينة غزة، وبذلك يرتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 9883 شهيدا، بينهم 4008 أطفال وأكثر من 26,000 مصاب، أكثر من ثلثيهم من الأطفال والنساء والمسنين. استشهد أكثر من 45 شخصا وأصيب نحو 100 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أكد أن غالبية الضحايا أطفال ونساء، مضيفا أن القصف استهدف منازل بشكل مباشر. قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية إن جميع خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت داخل قطاع غزة مرة أخرى. وفي بيان لها أضافت الشركة الفلسطينية أن ذلك يرجع إلى تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقا للفصل مرة أخرى من الجانب الإسرائيلي. أعربت مديرة برنامج الأغذية العالمية سينتي ماكين عن تقديرها لكل الجهود المصرية المبذولة لتسهيل التدفق المستمر للإمدادات الإنسانية عبر حدودها مع غزة. كما أشهدت ماكين بعمل الهلال الأحمر المصري مشددة على الحاجة إلى مواصلة العمل مع مصر من أجل الوصول الآمن والمستدام إلى غزة، وعلى نطاق يتماشى مع الظروف الكارثية التي تواجه العائلات هناك. And conflict will spread. People are living in a horrific nightmare. جهود متواصلة تبذلها مصر تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة. فقد أطلق بنك الطعام المصري بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة المساعدات الإغاثية الثانية المتجهة لمدينة العريش. وتتضمن القافلة 2000 طن من المواد الغذائية ل 150,000 أسرة فلسطينية. تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، أطلق بنك الطعام المصري بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قافلة المساعدات الإغاثية الثانية المتجهة لمدينة العريش تحمل 2000 طن من المساعدات الغذائية ل 150,000 أسرة فلسطينية. النهاردة بنشهد بداية الجسر البري من القاهرة لغزة
على مدار يعني اليوم إن شاء الله وخلال الأيام القادمة كل يوم بإذن الله هتوصل شاحنات من التحالف لدعم أهالينا في غزة. النهاردة بعون الله مجهزين 120 تريلا بتعادل حوالي أكثر من 2000 طن مواد غذائية بنفس النوعية السابقة، دي هتخدم حوالي 150 ألف أسرة فلسطينية بإذن الله. تضمنت القافلة أيضا مساعدات طبية متنوعة ما بين مستلزمات للمستشفيات وأدوية لعلاج الحروق والكسور وخياطة الجروح والإسعافات الأولية. القافلة النهاردة طالعة ب50 تريلا باسم التحالف كله، وفي لسه يوم الأحد ويوم الثلاثة احنا مستمرين لحد ما نوفي احتياجات كل غزة إن شاء الله. دور كبير يلعبه المئات من المتطوعين باعتبارهم العمود الفقري لمؤسسات التحالف الوطني، بداية من إعداد القافلة بكل حمولاتها حتى تسليمها للصليب الأحمر الفلسطيني. احنا الأول خالص بنعبي المواد الغذائية في المخازن بتاعتنا بتاعت المؤسسة ماشي، وبنغلفها تغليف كويس جدا وصحي جدا عشان خاطر حاجة دي تروح لأهلنا. الشحنات دي بتبقى عبارة عن مواد جافة، زيت وسكر ومكرونة، كل ما يستلزمه المطبخ يعني. وفي قافلات طبية بنبعتها على حسب الإغاثة بتبقى محتاجة ايه بالظبط. مكونات الكرتونة بتبقى عبارة عن مكرونات، عبارة عن 4 أكياس مكرونة، 2 كيس دقيق، عدس، بعض البقوليات الأخرى، زيت أو سمنة، وبنكيسها وبنقفلها هنا كلها عشان نوصلها لأهالينا في غزة. تأتي المساعدات في إطار موقف مصر الثابت والدعم للقضية الفلسطينية ضمن جهود الإغاثة العاجلة للأشقاء الفلسطينيين، وذلك بالتعاون المستمر والكامل مع كافة الجهات والأجهزة المعنية بالدولة. محمد الخطيب، التلفزيون المصري. إن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبدا. لن نرحل وسنبقى في أرضنا. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعمل جاهدة لضمان عدم امتداد الصراع الدائر خارج غزة. وأضاف عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن المسؤولين الأمريكيين يعملون على إقرار هدنة إنسانية في غزة من شأنها أن تعزز عدة أولويات، منها إدخال المزيد من المساعدات وإعادة الرهائن المحتجزين. وأكد بلينكن أن 100 شاحنة من المساعدات تتحرك الآن إلى قطاع غزة المحاصر، لكن هذا غير كاف على الإطلاق. ربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس عودة السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة بحل سياسي شامل للنزاع. وخلال لقائه بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الرئيس الفلسطيني إن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأن السلطة الفلسطينية ستتحمل المسؤولية كاملة في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة. فض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة لحين عودة جميع المحتجزين وعددهم أكثر من 140. قال نتنياهو للأطقم الجوية والقوات البرية في قاعدة رامون الجوية بجنوب إسرائيل إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة لهؤلاء المحتجزين. أكد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن الجميع متواطئون في حرب غزة، لافتا إلى أنه من المهم الاعتراف بحقائق متعددة متناقضة ظاهريا، وهي أن تصرفات حركة حماس كانت مروعة، إلا أن الاحتلال وما يحدث للفلسطينيين أيضا لا يطاقان.
ويأتي ذلك بعد يوم من إلقاء أوباما خطابا أمام منتدى الديمقراطية في شيكاغو، قال فيه إنه من المستحيل أن تكون محايدا في مواجهة هذه المذبحة والجثث التي يتم انتشالها من تحت الأنقاض. وقبل أسبوعين قال أوباما إن بعض الإجراءات التي تلجأ إليها إسرائيل مثل قطع إمدادات الغذاء والماء عن غزة يمكن أن تؤدي إلى تصلب المواقف الفلسطينية لأجيال وتضعف الدعم الدولي لإسرائيل. أعلنت السلطات اللبنانية مقتل 4 أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف سيارة بجنوبي لبنان، وصفة الهجوم بأنه تطور خطير ستكون له تداعيات. من جانبه أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق عدة صواريخ جراد على بلدة كريات شمونة بشمال إسرائيل ردا على الضربة الإسرائيلية على جنوب لبنان، وأدت لمقتل امرأة وثلاث فتيات صغيرات. أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تقديم شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل على خلفية قصفها أراضي لبنانية وتسببها بسقوط ضحايا من المدنيين بينهم أطفال. وفي بيان له قال ميقاتي إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين في عدوانه على لبنان واستشهاد 4 أشخاص من بينهم 3 أطفال في الجنوب وجرح آخرين بنيران المسيرات جريمة نكراء تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال. وللمزيد ينضم إلينا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد أسنيور. بداية وبعد التحية دولة رئيس الوزراء، دعني أسألك من موضع مسؤولية تحملتها قبل أعوام، هل تشبه هذه الأيام ما سبق في حرب حصار غزة أم هناك تداعيات أخرى؟ تحية لك ولجميع المشاهدين. سنور، لا شك أن هذه الأيام أيام صعبة، وهي تشبه إلى حد بعيد وإن كانت بأحجام أكبر مما كانت عليه في العام 2006. ليس بالنسبة للبنان، أقول بأحجام أكبر بالنسبة لمنطقة ككل. نعم. لأن ما حصل في غزة كان ولا يزال أمرا كبيرا جدا، وبالتالي له تداعياته الكثيرة. ولكن كذلك أيضا أنه اعتبر لبنان آنذاك بأن هناك خرقا لما يسمى الخط الأزرق، وبالتالي استخدمته إسرائيل آنذاك ذريعة من أجل إعداد الهجوم الذي انتهى بإقرار القانون الدولي 1701. الآن لدينا حال شديدة الهول، وبالتالي قبل أن أدخل قليلا بموضوع لبنان أود أن أذكر جميع المشاهدين بأن الرأي العام الذي تحاول أن تنشره عدد من الدول الأوروبية وكذلك الولايات المتحدة، وكأن التاريخ بدأ في 7 أكتوبر الماضي، وأن ذلك كله بنتيجة هذا العمل. ولكن فعليا كما سمعنا من أمين عام للأمم المتحدة الذي قال أن ما جرى يوم 7 أكتوبر لم يأتي من فراغ، بل أتى نتيجة هذا الكم الكبير من القرارات الدولية التي جرى انتهاكها من قبل إسرائيل، والمذابح التي ارتكبتها في فلسطين وكذلك في لبنان. ولنذكر في لبنان ما جرى في صبرا وشتيلة وما جرى أيضا في قرية قانا اللبنانية في العام 1982 و 1996 و 2006. لكن الآن هذه القضية بالنسبة للبنان كما ذكر السيد حسن نصر الله منذ يومين بأنه يعتمد أسلوب ما يسمى هذا القواعد الاشتباك، وهي حقيقة ليس هناك من قواعد اشتباك، ولكن التفاهم الضمني بأن هناك نوع من ما يسمى تشابه بالاستهدافات. ولكن هذا الأمر كما شهدنا اليوم يمكن أن ينزلق، ويمكن أن يؤدي إلى مشكلات كبرى
بحيث كما ذكر حسن نصلى كما هذا الأمر، وهو ليس مخولا بالقول ذلك. إذن هل التصعيد الذي حدث في لبنان هو نتيجة هذا الخطاب من حسن نصر الله رئيس حزب الله اللبناني؟ يعني هل كان هذا رد فعل من جانب إسرائيل؟ لا، مش لأنه كان عم بصير في قصة وعم يسقط أيضا شهداء، ولكن هذه المرة هو أنها سقطت على سيارة مدنية فيها امرأة وثلاثة أحفاد أطفال صغار، وبالتالي هذا هو المشكلة الآن، هو استهداف المدنيين، وذلك خلافا لما يدعونه إن كان حزب الله ولا إن كانت إسرائيل ما يسمى قواعد الاشتباك، وهذا أمر خطير. نعم. ليست هذه المرة الأولى التي تخطت إسرائيل ما يسمى قواعد الاشتباك، إذ أنها عملت في خلال الأيام العشرة الماضية إلى أنها استهدفت مناطق شمال نهر الليطاني، وهو المتفهم عليه أنه لا يكون هناك استهدافات خارج منطقة الجنوب، أي جنوب شأن نهر الليطاني. يعني اليوم أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أنه تقدم بشكوى. نعم، أنه تقدم بشكوى لدى مجلس الأمن. هل تعولون على هذه الشكوى؟ أنا أعتقد هذه الأمور يجب أن ننظر إليها وأنها تقدم بنقاط، وبالتالي هذا الأمر من الضروري أن يتقدم لبنان بهذه الشكوى، وبالتالي أن يصار إلى إظهار حقيقة ما تتصرف به إسرائيل. إسرائيل كما ذكرت لك سجلها حافل بالجرائم والمذابح التي ارتكبتها، وبالتالي هذا ليس تبريرا لأي عملية تنتهك فيها ما يسمى أرواح المدنيين من أي طرف كان، ولكن ما يقوم به إسرائيل الآن هو يتخطى كل الحدود، وبالتالي هناك ضرورة من أجل فعليا الإصرار على أن يصار إلى وقف لإطلاق النار. وأعتقد بخصوص وقف إطلاق النار، يعني تواصل مصر بالطبع مساعيها الآن لوقف إطلاق النار والوصول إلى تهدئة وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية. ما إذن المطلوب عربيا لإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها، والحقيقة ظلال وخيمة جدا على المنطقة العربية بأكملها؟ جدا. أنا أقول أن الموقف الأمريكي والأوروبي الرسمي هو إعطاء ما يسمى ترخيص لإسرائيل بالقتل وبارتكاب الجرائم، وأنها تحت ذريعة ما يسمى الدفاع عن النفس. شهدنا ماذا يعني الدفاع عن النفس. هذا الأمر ليس دفاعا عن النفس، هذا بقصد ما يسمى إنهاء القضية الفلسطينية، وبالتالي تهجير الفلسطينيين بداية من قطاع غزة إلى الصحراء إلى سيناء، وأيضا بعد ذلك تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن. هذا فعليا هو المخطط الإسرائيلي. وأعتقد هنا بداية أن الموقف المصري الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو موقف وطني وقومي وأخلاقي على المستوى الذي يجب أن يعتمد، من أجل إفشال هذا المخطط الجهنمي الذي تقوم به إسرائيل. أنا أعتقد الآن أن هناك حاجة إلى تصويب وتصويب الموقف العربي، والخطوة التي اتخذها وزراء الخارجية العرب ومنهم وزير خارجية مصر سيد شكري. نعم. فبالتالي هذا الأمر ضروري جدا لأجل فتح هذا المخطط الإسرائيلي وإظهار ذلك أمام المجتمع الدولي، وهذا الأمر ضروري. حتما إسرائيل الآن تتصرف وكأنها ثور هائج، وهي تتصور أنها تستطيع أن تنهي القضية الفلسطينية، وهذا فعليا ليس صحيحا. نعم، شكرا جزيلا رئيس الوزراء اللبناني الأسبق فؤاد السنيورة، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. أطلقت الشرطة التركية الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين أمام قاعدة أنكرليك العسكرية التي تضم أسلحة وقوات أمريكية.
التظاهرة أمام قاعدة إنجرلاك الجوية في جنوب شرق تركيا نظمتها هيئة الإغاثة الإنسانية التركية، وهي منظمة قادت عام 2010 أسطول الحرية في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، لكن البحرية الإسرائيلية اعترضته في عملية قتل خلالها عشرات من المدنيين. ما زالت نشرة التاسعة مستمرة وتتابعون فيها. بدء أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق. افتتح الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، وقد استمع مدبولي إلى شرح مفصل حول أهمية المعرض وبحث وتوطين صناعة وسائل النقل في مصر، كما استعرض الوزير عددا من الأوتوبيسات الكهربائية بجانب أوتوبيس الغاز الذي تم تصنيعه بالكامل في مصر، والأوتوبيس الذي يعرض لأول مرة خلال هذا المعرض والذي قام بتصنيعه شركة النصر للسيارات. وبحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين، بدأت أعمال التشغيل التجريبي للمرحلة الثالثة والنهائية من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تخدم أهالي منطقة إمبابة والبوهي والقومية شمالا ومنطقة السودان وبلاق الدكرور وجامعة القاهرة جنوبا. كما بدأت أعمال التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل بمحطة المشير طنطاوي، والذي يربط مدينة نصر والتجمع الخامس والعاصمة الإدارية. ومن أبرز فعاليات المعرض هو الأجنحة المشاركة، ومن بينها جناح وزارة النقل لعرض المشروعات والأنشطة والفرص الاستثمارية المتاحة، هذا إلى جانب عقد ندوات وورش عمل متخصصة في هذا القطاع الحيوي. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبشعار توطين صناعة وسائل النقل في مصر، انطلقت فعاليات الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، والذي يستمر حتى 8 نوفمبر الجاري وبمشاركة 350 شركة متخصصة في مجال النقل. دي مش المشاركة الأولى لنا هنا، دي المشاركة الثانية، وكنا عاوزين نشكر معالي الفريق كامل الوزير على تنظيم هذا المؤتمر اللي يسمح للشركات العالمية زي شركتنا بالحضور في المعرض ده وعرض خدماتنا، وكمان يسمح لنا انه نقابل شركات تانية ونفتح مشاريع تانية مع القطاع الخاص والقطاع العام. مهم جدا ان احنا نكون موجودين في المعرض ده، كل السبلايرز، كل المقاولين، كل الناس اللي هي المشاركين، ستيك هولدرز كلهم موجودين هنا بيعرضوا خبراتهم وبيعرضوا المشاريع اللي مشاركين فيها. طبعا مهم بالنسبه لنا ان احنا يعني كاحد البلايرز اللي موجودين في المنطقه او في الخليج او في اوروبا، كل الكلاينتس بتوعنا سواء من هنا او من بره برضه موجودين معانا هنا اهون في الوزاره، برضه نفس الكلام وزاره النقل في مصر. مهم جدا المشاركه بالنسبه لنا، لان احنا بنعرض التكنولوجيا اخر حاجه احنا وصلنا لها في مجال الدفع والتحصيل وفي مجال
مجال السمارت سوليوشن بشكل عام، وفي نفس الوقت بنعرف ايه الليتست تكنولوجي اللي موجوده عند الشركات اللي موجوده الحقيقه او الشركات اللي عارضه داخل المعرض، بنعرف منهم احدث حاجه موجوده ايه عندهم وبيعرفوا اللي موجود عندنا. من ابرز فعاليات المعرض هو الاجنحه المشاركه، ومن بينها جناح وزاره النقل لعرض المشروعات والانشطه والفرص الاستثماريه المختلفه، هذا الى جانب عقد ندوات وورش عمل متخصصه في هذا القطاع الحيوي. احنا بنشارك دايما في المعارض الخاصه بوزاره النقل لعده اهداف. اول حاجه عشان نقول احنا عملنا ايه، وبرده الناس اللي متواجدين الزائرين للمعرض يشوفوا، نبص على زملائنا الاخرين اللي موجودين في المعرض من كافه الاتجاهات لنبحث عن فرص تعاون جديدة ومستثمرين جداد بحيث نروح مع بعض نعمل مشاريع جديدة. فمشاركتنا في المعرض شيء ضروري، لأن احنا لازم نوضح قد ايه احنا حققنا تطورات خلال الفترة الأخيرة، خلال 10 سنين بالتحديد الأخيرة، التطورات المفترض ان هي تنتهي بحلول عام 25، وحيكون نتيجتها ان مينا اسكندرية هتكون من أكبر موانئ البحر المتوسط والعالم كله. المعرض يقام في إطار اهتمام القيادة السياسية بقطاع النقل لما يمثل من شريان رئيسي لبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، كما يساهم في استعراض التطورات الهائلة والمتلاحقة في تكنولوجيا وصناعة النقل. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن دراسة تتعلق بالتنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة. جلسة جديدة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يواصل خلالها مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. الجلسة ركزت على مناقشة تقرير عن التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة فيما يتعلق بسوق الكربون وضريبة الكربون، حيث أكد عدد من النواب أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية على المدى الطويل. مصر حالياً تقوم بدور رائد في التحول للاقتصاد والطاقات الخضراء، وهذا يعني مجهود يجب أن نشير إليه ونشيد به، حيث أنها تتحول إلى الطاقة الخضراء بنسبة 42% مزمع الوصول إليها في عام 2030 من خلال استراتيجية واعدة بدلاً من عام 2035، ليصل إلى 50% بعام 2040. كما أكد عدد من النواب أن الاستمرار في الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية في مصر أمر محفوف بالمخاطر على المستوى طويل الأمد، مثمنين جهود الحكومة فيما يخص التحول نحو الطاقة النظيفة. أحب أؤكد أن تقرير اللجنة يتوافق مع رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بدور الطاقة المتجددة في تحقيق التنمية الاقتصادية. ثانيا، نؤكد على أن الدولة المصرية تتبنى حاليا برامج طموحة لإدراج مصادر طاقة بديلة جديدة مثل الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق والطاقة النووية. أهمية هذه الدراسة دي أنها بتشجع على نقل تكنولوجيا التخفيف تحديدا اللي احنا بنحتاج ليها، وتحديث الصناعات بحيث أنها تواكب المعايير الدولية الخاصة بتخفيف الانبعاثات، وأيضا بتساهم في تحقيق الاستثمار في هذه الصناعات أو المجالات المتعلقة بالتخفيف. هذا وقد رفعت الجلسة على أن تستكمل المناقشات في جلسة قادمة في إطار دور المجلس التشريعي الهادف لخدمة الوطن والمواطنين. وفي لقاء مع مراسل التلفزيون المصري، أكد عدد من النواب أن قضية الكربون حازت على نقاش عالمي كبير خلال الفترة الأخيرة.
دراسة مقدمة مني حول التنمية الاقتصادية ودراسة مقارنة ما بين سوق الكربون وضريبة الكربون. في هذا الأمر الدراسة جاءت فنية، عرضت النماذج والتجارب والمفاهيم فيما يتعلق بضريبة الكربون، وأيضا المفاهيم والنماذج والأهداف فيما يتعلق بسوق الكربون. قضية ضريبة الكربون هي قضية مهمة جدا جدا جدا، حازت على نقاش عالمي على مدار سنوات. أعتقد أنه الحل الأمثل لمواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي وما حدث من تأثيرات على التوازن الأيكولوجي لكوكب الأرض. الكوكب في حالة صعبة جدا، احنا بنشوف النهاردة زلازل وبراكين وأعاصير بلا أسباب واضحة، ولكن هي التغير المناخي. تقرير غطى الجوانب العلمية وكان معمول بمنهجية علمية جيدة جدا في إطار نظري تطبيقي يسمح لي ان انا ادعم في قيمه مضافه للاقتصاد المصري. بس كان هنا النهارده عندنا في وجهتين نظر، وجهه النظر ما بين هل سوق كربون ولا فرض ضريبه على الكربون، يعني على لتقليل الانبعاثات وتقليل التلوث. طبعا هنا كل فرضيه لها بعدها ولها واجهتها، ولكن انا النهارده ما يتناسب مع مصر، ما يتناسب مع المنطقه، مصر جزء من كل. فكان النهارده الاستماله تميل اكتر الى اسواق الكربون، لان اسواق الكربون هتتيح لي ان انا يبقى في تبادل تكنولوجي، يبقى في تبادل معرفي. والى هذا الخبر العاجل، حيث تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، والذي حرص على تبادل الرؤى مع الرئيس السيسي بشان تطورات التصعيد العسكري الاسرائيلي في قطاع غزه. وأكد الرئيس السيسي ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المعاناة الإنسانية غير المسبوقة لأهل غزة، مبررا الجهود ومبرزا الجهود المصرية لتقديم وتنسيق المعونات لأهالي القطاع والتواصل المكثف مع كافة الأطراف لتسجيل العقبات أمام وصول تلك المساعدات دون إعاقة، وهو ما ثمنه رئيس الوزراء الكندي الذي أكد استعداد بلاده لتعزيز الإسهام في جهود الإغاثة الإنسانية. وقد اتفق الجانبان على تأكيد أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية لإغاثة أهالي القطاع، مع ضرورة العمل بجدية على إعادة إطلاق المسار السياسي وصولا إلى حل الدولتين. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. وسارة نجيب. شكرا سحر، شكرا دينا. مشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل ركيزة رئيسية للتنمية لما تتضمنه من بنية تحتية هائلة وفرص استثمارية واعدة في العديد من القطاعات. جاء ذلك خلال اجتماع مع وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمتابعة عدد من ملفات عمل الهيئة، حيث أكد جمال الدين أن زيارته الترويجية الأخيرة إلى الصين شهدت توقيع اتفاقيات وعقود جديدة لأحد عشر مشروعا بحجم استثمارات بلغ 15 مليار و600 مليون دولار. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار حسام هيبة عددا من ملفات عمل الهيئة. خلال اللقاء تناول رئيس الهيئة مستجدات منح الرخصة الذهبية، مشيرا إلى منح الهيئة لأربع رخص ذهبية جديدة لعدد من الشركات، ليصبح بذلك إجمالي عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية من قبل الهيئة 24 شركة. وأضاف رئيس الهيئة أنه جاري الانتهاء من المنصة الإلكترونية الخاصة بالتقدم للحصول على الرخصة الذهبية بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، لافتا إلى أنه من المقرر إطلاق هذه المنصة خلال الفترة القليلة القادمة.
أعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي بنهاية أكتوبر الماضي بقيمة 131 مليون دولار. وأوضح البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل بنهاية أكتوبر الماضي 35 مليارا و101 مليون دولار مقابل 34 مليارا و970 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي. أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية، مما عزز الآراء بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ربما يكون قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. وصعد المؤشر السعودي 0.8% مدعوما بارتفاع سهم العملاق النفط أرامكو 0.5%، كما ارتفع المؤشر في قطر 2.9%، وهو أكبر مكسب خلال يوم منذ أكتوبر من عام 2022. قال مصدر رسمي بوزارة الطاقة السعودية إن المملكة ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي للنفط البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر من عام 2023. كما قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده ستواصل خفض الإمدادات الطوعية الإضافية بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر. ووافقت روسيا على إجراء خفضين منفصلين في إمدادات النفط، إذ قررت في إبريل خفض إنتاج الخام 500 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2024، بينما أعلنت في أغسطس أنها ستخفض الصادرات 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية عام 2023. نهاية جولتنا الاقتصادية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى دينا وصحر. إليكم. شكرا لك سارة نجيب. انطلقت فعاليات مبادرة أنت الحياة التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة على مدار 3 أيام في قرية الرويسات التابعة لمدينة الحمام بمحافظة مطروح. تضم مبادرة أنت الحياة قافلتين طبية وبيطرية وفحص الحالات الإنسانية وندوات توعوية بمخاطر المخدرات وورش حرفية وندوات زراعية ومسرح عرائس وملتقى توظيف وأنشطة رياضية، فضلا عن الخدمات التموينية التي يتم تقديمها لأهل القرية وقافلة السلع الغذائية بأسعار مخفضة. احنا بنشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرات الجميلة والشغل الرائع اللي هو بينشره في المدن النائية. طبعا النهاردة في الرويسات بصراحة احنا انبسطنا جدا جدا جدا، لدرجة ان احنا استفدنا حاجات كتير، ان احنا نوعي الطفل من هو صغير تمام يفهم الدنيا ماشية ازاي معاه ويبقى متواعي وفاهم الموضوع، فاهم الدنيا، فاهم ان هو يبعد عن الاشياء اللي هي الخاطئة والاشياء اللي هي السلبية ويفكر بإيجابية شوية. النهاردة في مبادرة أنت الحياة استفدنا في مجال الإدمان وتوعية المخدرات، اتقدم كذا مجال بالنسبة للأسرة بالنسبة للنساء ماشي. طبعا احنا بنشكر مؤسسة حياة كريمة على الدعم اللي هي قدمته لقرية الرويسات. احنا النهاردة جينا استفدنا من مؤسسة الحياة، استفدنا ان هم جابنا خدمات بيطرية وخدمات تبع الطب البشري وخدمات توعية للمرأة وخدمات توعية للأطفال برضو، مسرح عرائس وحاجات لعب الأطفال جميلة جدا. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. عودة مرة أخرى فيها إلى سارة نجيب. إليك سارة. شكرا دينا وصحر. مشاهدينا، هذه وقفتنا الرياضية للتاسعة. خسر الإسماعيلي من ضيفه طلائع الجيش بهدفين مقابل 3 في الجولة 6 من الدوري الممتاز
بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى 10 نقاط ليرتقي إلى المركز السادس، بينما توقف رصيد الإسماعيلي عند 4 نقاط ليحتل المركز 14. فاز البنك الأهلي على مضيفه المصري البورسعيدي 4 أهداف نظيفة في الدوري الممتاز. بهذا الانتصار حصد البنك الأهلي 3 نقاط الأولى له في هذا الموسم ليحتل المركز قبل الأخير، بينما تجمد رصيد المصري عند 9 نقاط في المركز 8. تغلب إنبي على مضيفه فيوتشر بهدف دون رد في الدوري الممتاز. هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق رفيق كابو ليرفع إنبي رصيده إلى 10 نقاط في المركز 5، بينما توقف رصيد فيوتشر عند 12 نقطة في المركز 2. تعادل ليفربول مع مضيفه لوتن تاون بهدف لمثله في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي. بهذا التعادل تقدم ليفربول إلى المركز 3 برصيد 24 نقطة، بينما رفع لوتن تاون رصيده إلى 6 نقاط في المركز 17. نهاية جولتنا الرياضية للتاسعة، والآن عودة من جديد إلى صحر ودينا إليكما. شكرا لك سارة. يواصل مزارع مراكز البداري وساحل سليم وصدفة بمحافظة أسيوط حصاد ثمار محصول الرمان في موسمه. ويعد الرمان الأسيوطي من أحب أنواع الفاكهة التي يتم تصديرها إلى الأسواق العربية والأوروبية، حيث يتميز بسمعة عالمية وجودة عالية. سمعة عالمية وجودة عالية، هذا ما يتميز به الرمان الأسيوطي الذي يطلق عليه الياقوت الأحمر. فنظراً لحلاوة مذاقه يتهافت عليه المصدرون من الدول العربية والأجنبية، كما يشتهر بين الزبائن الذين يتهافتون على شرائه مع بدء حصاد محصوله. هنا في محافظة أسيوط ذاع صيت مركزي البداري وساحل سليم ومن قبلهما منفلوط على مدار عقود مضت في زراعة أشهر أنواع الرمان وأجوده، حتى أصبحت تلك المراكز مقصداً لكل المستوردين والمصدرين، كما أصبحت هذه الفاكهة واحدة من مصادر الدخل الهامة لكل المواطنين في المراكز الثلاثة. زراعات محصول الرمان بالمحافظة تبلغ ما يزيد عن 10,000 فدان، وأهم ما يميزه أنه يستخدم في الصناعات الدوائية والطبية وتركيبات مستحضرات التجميل، ويستخلص منه المسك الذي يباع بأغلى الأسعار. محافظة أسيوط تتميز بزراعات الرمان على مستوى الجمهورية، بل على مستوى العالم، حيث اتخذت المحافظة خطوات جادة لإقامة مجمع صناعات زراعية بتكلفة 100 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة لتعظيم الاستفادة من الزراعات التي تتميز بها قرى ومراكز المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي. وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية. إليك سارة. شكرا لكما. مشاهدينا، هذه وقفتنا الثالثة والأخيرة وأحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها من القاهرة.
القاهرة 32-21، الإسكندرية 30-20، مطروح 29-18، بورسعيد 28-22، الإسماعيلية 33-19، ونذهب إلى السويس، السويس 32-20، العريش 30-19، طابة 30-22، شرم الشيخ 34-23، الغردقة 34-22، ونذهب إلى الأقصر، الأقصر 36-21، أسوان 37-23، الوادي الجديد 35-18، شلاتين 32-24، وأخيرا حلايب 29-25. والآن نستعرض معكم مشاهدينا درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. والآن أترككم مشاهدينا مع أبرز لقطة لهذا اليوم. Maka sebagai rakyat cinta damai, pulanglah dengan tertib. Sebelumnya kita menyapa Profesor Silvi, Wakil Ketua DPD, dan dari Indonesia, seluruh majelis-majelis agama menyatakan penolakan, bahkan menyatakan apa yang gak boleh penjajah Israel dengan kebrutalan itu harus dilawan. Bela Palestina! وبهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، وتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يؤكد أن الجهود المكثفة التي تقوم بها مصر لتنسيق الإغاثة الإنسانية الدولية ليست بديلا عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار. إسرائيل تواصل استهداف وقصف غزة وتقطع الاتصالات والإنترنت عن القطاع. لبنان يتقدم بشكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل بعد مقتل 4 مدنيين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان. انتهت نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء النور، ازيك يا دينا؟ ازيك يا صح؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله تمام. تخيلوا انه تصل الغطرسة والتمادي والبجاحة والعنف لدرجة التهديد بقنبلة نووية على غزة. ايه ده؟ يعني متخيلين؟ وصلنا لمرحلة الحقيقة يعني كارثية. يعني
تعدي حرب إعلامية النجاحة. أعتقد أن ده ممكن يكون حرب إعلامية يعني أعتقد على الواقع مش إن شاء الله بإذن الله يعني مش هنوصل. أنت بتقولي إعلامية مش عالمية. إعلامية. إعلامية مش عالمية. أنا أتفق معك يعني أتفق معك جدا، لكن هي مسألة التبجح. ما هو بص يا دينا، بص يا صح، ناس مش لاقية مجتمع دولي يقف لها، ولا مجلس أمن يفرملها، ولا دول صناعة القرار في أوروبا وفي أمريكا تقول لهم تلت التلاتة كام، لازم يطلع تصريح زي ده. يعني هو مش فاضل غير مصر بقى. أهم حاجة إن احنا شايفين فعلا دور مصر في عيون الغرب ودور مصر في عيون العرب. يا مسهل، ينصرنا ربنا من عنده بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكرك دينا وأشكرك صحر، واستأذنكم نبدأ فقراتنا.